التقى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبري مع وزير الاتصال والناطق باسم الحكومة بدولة الجزائر السيد عمار بالحيمر، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على التنسيق الإعلامي في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. وأشاد الوزير الجزائري برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي حول الحفاظ على الدولة الوطنية وفي صدارتها الحفاظ على الجيوش العربية لحماية الدول العربية وحماية أمنها واستقرارها، وتم الاتفاق على تبادل الزيارات والبرامج الإعلامية المشتركة بين البلدين.